اهلا بكم معنا اعزائي المشاهدين على الطريقه السعوديه، بنعيشها معاكم النهارده من قريه بمبان بحري مركز دراو محافظه اسوه. صبري حسين يونس عامل عريس، اهلا بيك. يا مرحب بيكم. يا مرحب بيكم، شرفتونا. الله يبارك. شايفين احنا سامعين صوت المزمار هنا، وطبعا ما شاء الله الفرحه ليها برضه هنا عادات وطابع خاص هنا في بمبان بحري. يعني بنجامل اولاد عمنا واولاد عمنا بيجاملونا. تمام. يعني دي مجامله. مجامله لاولاد العم. جميل. بمبان عامه. وهم بيجاملونا. يعني ويا مرحب بيكم. يا مرحب بيهم. اهلا بيك. يا مرحب بيكم ويا مرحب بيهم. الله يخليك. يعني حضرتك ممكن حد مثلا يجيب مزمار، يجيب مثلا حاجه مجامله في المناسبه دي؟ قران، الذكر. القران والذكر دي القران حاجه اساسيه دي. ايوه. سواء في عصايا في مزمار في ايوه. تمام. القران اساسي. طب زمان كانت الافراح بتختلف عداء، يعني كذا يوم مثلا بتختلف، الاحتفال بيختلف ولا هو نفس الاحتفال زي كده برضو؟ نفس الاحتفال. نفس الاحتفال. يعني يومين ثلاثه، فيها الحنه وفيها الكبير وفيها كذا، وفيها يوم مجامله من ولد العم. ولد العم يجوا يجاملوك. ولد العم يعني يجوا يجاملوك. جميل. يعني ولد العريس او العريس عاملين حسابه ما يعملوا يومين الفرح، يجي ولد عمهم يقول لهم لا احنا هديه منينا هنجيب لكم الزمار. ايوه. او القران او يجاملوهم. المشاهدين بنشوف الحضور بيبقى اذا كان الضيوف جايين من كل مكان، فاهل العريس كمان بيجوا بيحضروا المناسبه. خالد يعتبر عم العريس برضه موجود النهارده، جاي حضرتك مخصوص النهارده عشان المناسبه. طبعا ده يعتبر فرح ابني. طبعا ده يعتبر ابن عمي، يعتبر ابني. تمام. انا بعتبر عمه في مقام والده. صحيح. فده واجب علينا ان احنا لو احنا بس في اخر الدنيا نجيله، مش من القاهره بس. يعني متعود حضرتك عموما في المناسبات تيجي في طبعا ولا في المناسبات وفي الاعياد لازم بنيجي لبلدنا. احنا اصلا اصلنا كلنا من هنا، لازم نيجي. ده صله الرحم اهم حاجه. لما بيكون في مناسبه في القاهره مثلا، اصول من الصعيد او من اسوان عموما، ويقام او تعمل مناسبه وتيجي تحضرها في البلد نفسها، بيبقى في فرق مثلا في بالنسبه للعادات او بالنسبه للمناسبه؟ يعني هناك اكيد بتتعمل في قاعات او في شارع او كده. تمام. بيبقى الطابع مختلف يعني بسيط هناك، عشان بس بتبقى في قاعه وبتاع، عشان في مصر طبعا الاماكن ضيقه، لكن هنا البلد واسعه. ففي البلد هنا بنعمل قدام بيتنا في الديوان بتاعنا، حبايبنا بيعزموا اللي قصادنا، الجيران بيجاملونا بياخدونا في بيوتهم. ففي البلد المكان طبعا واسع، بيسع من الحبايب 1000. صحيح. لكن في القاهره بتبقى مناسبه على قد، في مكان ضيق، في ساعتين يحضر او يحضر الفرح اذا كان حنه ولا كذا كان الدخله وخلاص. لكن هنا براحتنا، ممكن الفرح يبقى 3 ليالي، ليله عند العروسه حنه، وليله عند العريس حنه، وليله ثانيه بتاعت الكبير. في البلد براحتنا بقى والحبايب كتير. ايه رايك جايبين مزمار بقى النهارده؟ وفي النهارده ان شاء الله في مزمار وفي كف وفي قران. ان شاء الله تبقى الليله جميله ان شاء الله، وتبقى يتمم على العروسين بخير ان شاء الله. يا ما مشينا في الطريق وصلنا، حتى وصلنا ضرب الجلعاني، حتى وصلنا. يا مشينا في الطريق وصلنا، حتى وصلنا ضرب الجلعاني، حتى وصلنا. يا ما مشينا في الطريق ومشينا، حتى وصلنا ضرب وجهنا، حتى وصلنا. يا مشينا في الطريق ومشينا، حتى
أعزائي المشاهدين، لما بنتكلم على مناسباتنا وأفراحنا في أسوان أو في جنوب الصعيد بصفة عامة، بنتكلم على الروابط الاجتماعية، بنتكلم على المحبة. فالروابط الاجتماعية مش على مستوى القبيلة أو العائلة أو البلد، ولكن النهاردة شايفين الروابط الاجتماعية والمحبة على مستوى الوطن العربي، المملكة العربية السعودية بالذات. أصحاب المناسبة طبعا بيعملوا في المملكة العربية السعودية، وفي تواصل مع أهالي المدينة المنورة الأنصار، الناس اللي هم يعني ليهم معزة خاصة في قلوب كل المسلمين، موجودين معنا النهاردة جايين مخصوص في بمبان علشان يشاركوا أهل بمبان فرحتهم. هرحب بيهم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أنا خلف عنزي من المدينة المنورة، جاي المدينة أسوان أشارك وأهني الأخ هشام والوالد والجماعة والأخوان، وخير كلمة أقولها في هذه المناسبة أسأل الله أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير. جميل ما شاء الله. أول مرة؟ أول مرة. أول مرة الأسوان. أول مرة. زرت مصر قبل كده ولا؟ زرت مصر قبل كده بس أسوان أول مرة، وجايين عشان الأخ هشام. جميل. إحساسك بالوضع هنا والحياة، طريقة الحياة؟ ما حسيت إنه أنا بالعكس ما حسيت إنه أنا بعيد عن أهلي. طلعت من عند أهل وجيت عند أهل، والجماعة ما قصروا، استقبلونا خير استقبال وأكرمونا أفضل كرم، الله يعطيهم العافية. الله يبارك في حضرتك. أهلا بحضرتك معنا، برضو نتعرف بحضرتك. عادل الطويل من المدينة المنورة. أهلا بحضرتك. الله يحفظك. وجود حضرتك برضو اليوم ومشاركتك في هذه المناسبة وانطباعاتك عن أهالي بمبان والاحتفال اليوم. والله إحنا جايتنا محافظة بمبان من محبة ومن معزة. طبعا هشام الله يبارك له إن شاء الله ويجمع بينهم بالخير إن شاء الله. فرحة اليوم، إحنا عانينا من المدينة المنورة لهشام من محبة، والمحبة هذه هي اللي بداية كلامك اللي تقول فيها ترابط، وهذا خير ترابط. وأنا شايف ما شاء الله تبارك الله، ما بلدي أنا ما تم طلعت من بلدي جيت ببلدي. الله إن شاء الله يجمعهم على خير يا رب. احنا شايفين ما شاء الله يعني فرحة الناس بحضوركم هنا، الفرح فرحين اليوم، الفرح مضاعف يعني. هو الشيء اللي أنا كنت يعني متوقع منه ومتأكد منه بالذات إن الفرح فرحين. صحيح. هو الشيء فرح هشام الله يتمم له على خير إن شاء الله، والفرح الثاني إن جينا بين أهلنا وناسنا. يا ما ماشينا في الطريق وتعبنا حتى وصلنا، ضربوها العمدة حتى وصلنا. يا ما ماشينا في الطريق وتعبنا حتى وصلنا، ضربوها العمدة حتى وصلنا. وافتح البواب يا ابو العروقة، ريح الدراب يا ابو العروقة. كرم الضيافة حاجة أساسية بالنسبة للمناسبات، وزي ما احنا شايفين في بمبان هنا برضو بيبقى فيه اهتمام. شيف صلاح أبو حامد أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا. يعني حضرتك كل مكان بتروح في أسوان في محافظات تانية، لكن كل مكان له طلبات معينة بالنسبة للأكل وبالنسبة للتجهيز يعني. أكيد. هي هنا المميزات أو هي اللي بيطلبوه هنا؟ هنا المميزات هو يعني بالنسبة للطبخ واحد من الأفراح كلها. تمام. يعني بس في تنويع يعني. يعني مثلا في فرح فاصوليا عدس ملخية بامية، في فرح ما فيش عدس بيطلب مني بطاطس. يعني صنفين، اربع صنف، اربع صنف احمر مثلا، صنف احمر والرز والطحينه اساسي. فبيبقى هنا انتوا بتتجهزوا من امتى؟ بتبدا من امتى؟ بنبدا هنا من الساعه 7 الصبح. تستلم من الجزار؟ استلم انا من الجزار اللحمه هنا، وجهز بصل لوحدي واقشر لوحدي واعمل طماطم صلصه. بتعمل حاجتك بنفسك؟ انا بنفسي. عشان في ناس بتخلي السيدات يجهزوا وتقول لهم جهزوا لي كذا وكذا. انت عايز المقادير الحاجات تبقى انت عاملها؟ بحدد مقادير معينه وتجيني حد عندي. تكتب طلباتك من قبلها بيوم. واحب اجهز بايدي. افضل. ما بعتمدش على حد. طيب
طيب بالنسبه برضو ايه، في ناس بيبقى ليها طلب معين مثلا يقول لك لا مش عايزين بتياز، احنا هنعمل على الحطب مثلا. بنعمل على الحطب برضو، الحطب ليه مميزات حلوه هنا. انه ياكل الطاقه طبعا، عادات الناس القديمه هنا في بلادنا. شغلنا في البدايات كله كنا نشتغل على الحطب، ليه طعم، والرز بتاعه بيبقى مفلفل حلو، الصلصه بتبقى حلوه بتاعته، اللحمه تبقى حمراء وما تاخدش يعني وقت على النار، نار شديده، وتفضل سخنه على طول، تفضل سخنه. انت ما بتشغلش يعني انا على مستوى الحطب على الفحم ليا بفضين الفحم لحد ما اخلص فرح الحله تبقى قاعده سخنه. في ناس بتعمل تحمر، وفي بتعمل ثواني كده. في هنا عندنا في يعني كوبومبو بيروح منيحه كرمديه بعدوه، البلد دي كلها بيعملوا نظام فرن. صواني بنديها صلصه وصوص كده بندخلها الفرن تتنشف، تاخد الوش. تاخد الوش. اما هنا في بلادنا بيحبوا اللحم المحمر. لان هنا طبعا بيذبحوا بهايم صغيره. يعني هنا يعني النهارده ما شاء الله دحين جمل ودحين عجل هنا ما شاء الله عند حي الشعبان. تمام. طبعا بيحبوا اللحم المحمر هنا بالزيت. بيبقى فيها ثوم، بتحط لها نكهات معينه او توابل هي معين. اللحمه طبعا ماخذ النكهات بتاعتها في الشوربه. احنا هنا بنضيف لها بعد التحمير بنطلعها بنديها فلفل بحبهان بالملح. تاخذ ايه رشه عليها تدي طعم وتدي نكهه ثانيه طبعا. جميل. اكيد. يعني زمان برضو لو تفتكر كده كانت تختلف الافراح بالنسبه لك او تجهيزات؟ اكيد كان اقل. اكيد. انا النهارده بطبخ، النهارده ليه بتاع 45 سنه ما شاء الله. تمام. يعني لو كان بيتعامل مثلا صنف احمر وصنف اخضر، صنفين وخلاص، صنفين وخلاص رز. لا دلوقتي كثير يعني في ناس عندنا في النوبه بنعمل أورمة. أورمة اللي هي البصل الصغير ده بنعمله باللحمه الضاني او باللحم العجالي. وليها تخديع وليها يعني عادات. بيتحط البصل واللحمه مع بعضهم؟ مع بعضهم. نديها حمص. بتبقى اكله جميله صراحه يعني محبب قوي عند النوبيين وعامه في صوان عامه. شبه السخينه بس البصل سليم ولا بصل سليم؟ بصل سليم صغير. في ناس بتطلب رز معمر. الرز ده بنعمله بالزبيب بالفول السوداني وبالكبده بالمكسرات. مشاهدين زي ما بنقول دايما نؤكد على مفهوم البيت الكبير، لكن بنشوف على الواقع هنا في بنبان. واذا كان في بعض العادات ان العريس بيسكن عند اهل العروسه ودي برضو موده وفيها صله بالقرابه، لكن النهارده عريسنا مجهز ليه مكان برضو مع الوالد، وبنقول له الف مبروك هشام شعبان الملقب بالفارس. الف مبروك. الله يبارك فيك وخليك وشرفتونا اليوم ونورتونا، والمقام مكانكم والبلد بلدكم. الله يبارك فيكم. يعني هنا حضرتك يعني يمكن قبل اللقاء بتقول لي في لا ما زال في بعض الناس لحد دلوقتي بتسكن عند اهل العروسه. والله احنا ناس قبائل هنا وكلنا عارفين بعضنا ومفيش حد غريب عن بعضه، والقرى كلها عارفه بعضها. يعني بمبام بحري وقبلي كلها عيال عمام وكله عارف بعضه. سواء عند النسايب عندك انت، فيه عرق بعيد عرق قريب، يعني القرابه فيه والاحترام فيه والادب فيه وكله عارف بعضه. يعني انا عارف عمتي وعارف جارتي وعارف خالتي وعارف كل حاجه. لو سواء عند النسايب او عندك البيتين بيتين واحد. هذا بس برضو عامل لمكان لنفسك شقه مستقله بجانب بيت الوالد يعني مناطق لي. والله كل واحد ومقدرته. والله يبارك في الحج، ده كله بعد فضل الحج. يعني احنا ما سوينا شيء. صحيح. ده كله للوالد وللحج ولخواني ما شاء الله علينا. الله يربطنا في بعضنا دائما رب العالمين. لبس النهارده يعني شايف لبس مميز انت، ده عامله مخصوص عشان الفرح المناسبه الصديري وال اسمه ايه؟ ده لبسنا البوجه والتكشيري، ده لبسنا عادي. لكن دي سداري بتتفصل جديد يعني طراز جديد. انت عامل ستايل جديد النهارده. بس هو للعرسان دي، شوف العرسان. العرسان مخصوص للعرسان بالقطان دي تاخذ فتره على ما تجهز دي. اي بتفصل فصل الخياط تاخذ لي يمكن 15 يوم شهر بيسويها. بيجهزها وانت بتختار التنسيق والشكل اللي انت عايزه. انت بتختار الرسم اللي انت عاوزه. انها مظبوط. والحنه برضه دي الحنه معموله بشكل مميز. هذه حنه العريس، لازم حنه العريس يسووها.
بتتسوى، وبعدين شايفين المزمار النهارده والزمار ده حفل للشباب، والله يتمم الخير على الشباب كلهم، يا رب رزق الشباب كلهم. والناس في ناس بتجيب الكف، في ناس بتجيب المزمار، طبعا احنا عندنا كف الليل عندنا عمار وياسر ان شاء الله، في ناس بتجيب ذكر، في ناس بتجيب قران، في ناس بتجيب امين الدشناوي وياسين التهامي، كل ناس وهوا، في ناس بتجيب ناس يبعشوا الناس عشاء، بس طبعا احنا عندنا اهم حاجه في العرس العشاء، هذا هو باقي ما باقي ده كله كماليات، اهم حاجه لك الوشر بس. علينا 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 والله اكبر علينا، ايوه المزون فرحهم ود الحبايب فرحكم، والمزون فرحهم ود الحبايب فرحكم، واجمل فرح فرحهم الله اكبر. النور والزينة والليل فرح فرحنا، هو النور والزينة والليل فرح فرحنا، الزين والزينة والله أكبر. عليكم أنا جبناوي عشانكم أنتم غناوي، عليكم أنا جبناوي عشانكم أنتم غناوي، لخبطنا العربي عالنوبي، يا ابو الشبايب عالنبي لخبطنا العربي عالنوبي، يا حسن صلي عالنبي الله اكبر. والفرحة متواصلة أعزائي المشاهدين، وزي ما احنا شايفين الحضور من محافظات مصر المختلفة، وطبعا أكيد في أسباب لهذا الحضور، سواء التواصل العائلي أو صلة القرابة أو أيضا علاقات الصداقة. فمن الشرقية النهاردة معنا اثنين من الحضور، نتعرف بحضرتك. مستشار مراني نفيع العتيبي من الشرقية. أهلا بحضرتك عتيبي، أصل سعودي، أصل سعودي من حمراء. أهلا أهلا، عشان كده شايفين برضو هنا الحضور، في حضور من المملكة العربية السعودية بين الأطراف. جميل، أول مرة تيجي أسوان أهلنا وناسنا. صحيح. طيب برضو وجود حضرتك النهارده في المناسبة دي، والكلمة اللي توجهها. هو والله بنقول إن إحنا اتولدنا وتربينا على إن بيقولوا الشراج ولد عم السعيد، في الكرم والأخلاق والجود وصلة الرحم دايما بتبقى موصولة بنقاء القلوب. صحيح. محبة. وإحنا هنا مش متغربين، إحنا هنا في بيوتنا. الراحة بتاعتنا راحة تامة، كنا في بيوتنا مفيش حد غريب. جميل. تعرف بحضرتك؟ محمد السباح البلوي. أهلا بحضرتك محمد. برضو مشاركة حضرتك وجودك اليوم في هذه المناسبة. طبعا احنا بنتشرف بأهل الصعيد وخاصة أهل أسوان. احنا جينا النهارده نشارككم فرحتهم، وطبعا استقبلنا أحسن استقبال، لأن ده مش جديد عليهم، لأن احنا نتعلم منهم المبادئ والأخلاق وكرم الضيافة. طبعا فرحة عمات العريس وام العريس وخالاته فرحة كبيرة زي ما احنا شايفين هنا في بنبان. ام شعبان وام محمد وام سيد، ام شعبان اهلا بيكي. اهلا بيك، مبروك. الله يبارك فيك ويخليك. الله يخليك. النهارده فرح مين؟ فرح شعبان. شعبان. هشام ابو شعبان. هشام ابو شعبان. هشام ابو شعبان. يعني برضو عايزينك تقولي لنا انتوا ازاي بتحتفلوا هنا، ازاي بتفرحوا في الفرح؟ نفرح كنا بنغني اغنيه زمان، احنا قديم. بتغنوا ايه زمان؟ زمان كنا بنغني على العريس، بنغني للانسان وحاجات قديمه دي يعني. يعني ما دلوقتي ايه بيقول حاجه جديدة. حاجات جديدة. حاجات جديدة. بس انتوا برضو احنا كنا نقول مثلا يا ام العريس، مثلا يا ام العريس، ام العروسة، حاجة زي كده. لكن ضلك علي دينا بقول ايه، عايزين نرقص وهي وهم كده. عايزين حاجات سريعة. حاجات سريعة. انتوا بتتجمعوا من كام، من بتقعدوا كام يوم هنا يعني قبل الفرح كده، تتجمعوا مع بعض مع البنات وتغنوا يعني وتتفرح. قبل الفرح كنا ايه الحنة والدخلة، او عايز يطبلوا الدغري هنيت على حد اسبوع لحد اسبوعين. اي ماشي يعني. ده زمان. ده زمان. لكن كنتوا بتجهزوا الاكل والعيش والحاجات دي؟ كنا حاجتنا رخيصه وصبيه. كنتوا بتجهزوا الحاجات بنفسكم؟
نخبز ونطبخ. حاليا ريحوكم جميع الحاجة نعملها وحدنا، مش كده؟ كنا بنغسل زمان في الصوت زيك دلوقتي، ممكن في الغسالات حاجات الكدي. لذلك تغير الوضع مزيان، بس كانت برضو تذبحوا لكم خروف، لكن حاليا حاجات كبيرة نذبح خروف أو جمل تسووا؟ لا ما نسوي جمل ولا عجل ولا حاجة، لا نسوي يعني خروف مثلا خروفين. فأنتوا كنتوا بتسووا كل حاجة بتسووها بنفسكم؟ بنفسنا جهزوا الحاجات بتستعدوا من قبليها، طبيخ والحريس برضو ما كنتش نجي طباخ ولا حاجة. أمال حاليا أم محمد بتعملوا إيه؟ بتجهزوا ايه؟ بتفرحوا بس، ما بتجهزوش حاجه انتوا. جهز الاكل وكل حاجه. انت جايب جاي مخصوص من القاهره؟ جايب ابن عمي. يعني متعوده تيجي تزوريهم في البلد لما يبقوا فيه مناسبه، والنهارده جايه مخصوص من القاهره. خصوصا ابن عمي ده غالي عليا. واولادك؟ اولادي. طب ايه رايك انت في الافراح حاليا يعني وزمان، والافراح بتاعت مصر بتاعت بحري اختلف؟ لا حلوه برضه. هنا احسن ولا هناك؟ هنا احسن. هنا احسن. هنا كثيره. هناك ساعتين ولا ساعه وكل هنا كثيره. هنا ما شاء الله. الله يخليك. بيبقى في فرحه يعني. فرحه كبيره هنا. الله يخليك. وتقعد انتوا برضه بيبقى في دعوات الستات لهم دعواتهم وحياتهم في دعوات عارفين احنا من 15 يوم شغالين في البسكوت والكعك والشاذي. طبعا يعني بتجهزوا الحاجات دي وبتستعدوا. الشاب والبسكوت والحاجات دي، ويوميا العريس بيطلع لصحاف الليل بسكوت ومنقوش وشاي لبن لحد الساعة 2 3 كل سهرانين. وكل بيطلع من بيت ناس العريس. انتوا بتغنوا ولا بتشغلوا دي؟ بيشغلوا السماعة الشباب يعني. السماعة. عنا فم يا غالي من اللي دلك. يا غالي من اللي دل على النسب، يا غالي من اللي دل على النسب، يا عمدة من اللي دلك على النسب، يا عمدة من اللي دل أعزائي المشاهدين، كنا معكم اليوم وعلى الطريق السعودية من قرية بنبان بحري مركز بلوى محافظة أسوان. شكرا لكم وإلى اللقاء.